المسلمات اللي لا تحتمل أدنى شك إن مفيش خلية بتنتج عسل إلا بجهد وكفاح ونشاط وعمل. وفي خلية الأهلي وبعيداً عن الخريطة الإدارية الرسمية تلاقي جيوش جرارة من مجموعات العمل اللي مفيش حد فرضه على حد، لكنه انقسم ذاتياً بأدوار في منتهى النظام والتنظيم والاحترافية. مجموعات شكلت ملامح المدرجات، وأخرى اختارت تكون في مواقع وصفحات، وتالتة أصبحت وجهة إعلامية في الميديا والقنوات. وشاركوا الكيان اختيار أفضل مباراة ليه في 2023 على هاشتاج الأهلي خط أحمر من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، من خلال برنامج الأهلي خط أحمر. بنرد على الأشخاص ليس من قيمة هؤلاء. فريق في حد ذاته بكل خطوطه، حراس ودفاع وهجوم حتى البلاس 90، ومن بينهم تلاقي 2 شباب متميزين ليهم مكانة كبيرة عند جمهور الأهلي اللي بالملايين. اسمهم فيه وصفهم، أسامة وفارس، وكلاهما فارس. وكلاهما فارس. ساعة ما دخلت أول يوم ليا خط أحمر يا كابتن، فارس وأسامة يا كابتن. قال لهم اصبروا بالله، خط أحمر يا كابتن، فارس وأسامة يا كابتن. قلت لهم شطبناهم، قالوا مش مصدقين. طب وقفناهم، قالوا مش مصدقين. طب عاقبناهم، قالوا مش مصدقين. طب استضفناهم. فارس مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شوبير، وسعداء ان احنا معاك في حارس الاهلي. ومشاعر واحنا بنشوف التقرير طبعا، بشكر حضرتك عليها، وبشكر التقرير الجميل بصوت فيصل زيدان، يعني مبدع، اثر فينا جامد الكلام. ويعني نتمنى ان احنا نكون على قدر ثقه النادي الاهلي فينا ووجودنا مع حضرتك في المكان ده، لان ده بيزيدنا كتير جدا جدا شرفا. منور ومشرف، ربنا يخليك. اسامه مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شوبير، يعني مساء الفل وعودتك لبيتك. احنا اتربينا على كابتن شوبير حارس مرمى النادي الاهلي، فاضافه كبيره لاي مكان كالعاده. مبروك البرنامج طبعا، وطبعا بنشكر طبعا زميلنا المحبوب الحقيقه فيصل زيدان على الكلام اللي قاله. ونتمنى دايما نكون عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي باذن الله. يا رب ان شاء الله. الناس متوقعه حلقه سخنه، والناس كل شويه يسالوني الاهلي خط احمر ايه؟ طب ما هو الخط الاحمر اهو، والخط الاحمر اهو، ومنورني وانا خط الحياه في النص. يعني ما حدش، الاهلي لا يتخلى عن ابنائه وعن من يعني حملوا لواء الدفاع عنه. ودول 2 من الشباب الشطار الجدعان الجمال الحقيقه، اللي كان لهم دور مهم جدا في التصدي لكثير من الشائعات حول النادي الاهلي لفتره ليست بالقصيره. ايه اللي بيحصل؟ الدنيا مكهربة ولا الدنيا دلوقتي هاديه؟ انت بتحب الكهرباء ولا بتحب الهدوء؟ لا، الدنيا مكهربة طبعا. انت عايزها مكهربة وهتفضل مكهربة. ليه بس؟ ما حلوه. ما هو طول ما احنا عندنا مشكله تتعلق باللوائح وان المسؤول يتعامل كمسؤول، هيفضل عندنا نفس الوضع ده ونفس المشاكل القديمه الحديثه. يعني المشاكل بتطفو على السطح، يبدو للناس ان هي جديده، ولكن في الحقيقه هي مش مشكله جديده ولا حاجه. يعني بما ان حضرتك بتستدعي كهرباء، يعني لو حضرتك تسمح لي. طبعا ازمه هي قديمه، ولكن اللي يشوفها محتاج يقف كتير جدا عند دولاب العمل الاداري للاتحاد المصري لكره القدم. اللي انا بشوف ان حاجات كتيره جدا بتتطور في المنظومه، الناس عايزه تطلع لقدام، الناس عايزه الرياضه المصريه تبقى بشكل يليق باسم مصر، ولكن الاتحاد المصري لكره القدم عليه علامات استفهام، عليه بعض الامور اللي انت مش قادر تفهمها. لما تسمع محامي اللاعب بيتكلم عن فكره ان اللاعب عقده زي كهربا في 2017 بيمضي عليه ثم يتوثق بعدها بسنه واربع شهور، هنا المشكله يا كابتن شوبير. هنا الخلل، هنا عدم الثقه في الناس اللي في موضع مسؤوليه. هنا تبدا تقول كم لاعب بيتعرض لظلم. كهربا مظلوم في القصه دي، كهربا ربما يكون خطأه الوحيد ان هو مضى على بياض في حته او في شكل ما كانش مفترض يعمل فيه كده، لان كهربا راح عقده اتوثق بعدها. الاتحاد الدولي لما رجع وسال الاتحاد المصري عن اجراءاته الداخليه، وحضرتك طبعا يعني استاذنا وعارف ده شان بيرجع فيه الاتحاد الاهلي او الاتحاد المحلي، هو اللي بيرد عليه، فقال له الاجراءات سليمه. ولكن ما حدث مع كهربا هي فكره الورق وورقنا والدفاتر دفاترنا، والولد راح ضحيه لده. وانا سمعت حضرتك في المقدمه طبعا وشهاده للتاريخ،
وانا بقول ان كهربا ربما لم ينصفه الاتحاد المصري لكره القدم، ولكن الايام قادره تنصفه في ايه يا كابتن؟ في ان احنا شفنا الاشخاص اللي كانوا مسؤولين ازاي كلامهم في المطلق يدل ان هم فعلا لم يتحلوا بالمسؤوليه خلال امانه وهي اداره كره القدم المصريه. يا ريتني ما كنت قلت لك كهربا، مسك في كهربا وسخن الدنيا على كهربا. جميل. هل الاهلي بيدعي احيانا المظلوميه؟ يعني احيانا يقول لك اصل الحكم والدنيا واللخبطه والحدوته والقصه، والاهلي لا يعترف بالهزيمه باي حال من الاحوال، وبالتالي اي خساره فهناك سبب او هناك عامل خارجي كان السبب في هزيمه النادي الاهلي. لا مش بالضروره يا كابتن. نعم. انا مش بنفي ان احنا ساعات بنتعرض لبعض الاخطاء التحكيميه، ولكن النادي الاهلي اكبر بكتير من فكره الاخطاء التحكيميه، بدليل النادي الاهلي بعد الخساره بيشوف دولاب العمل بتاعه، بيبدا يعمل تغيرات، اخرها تغير وتعيين كابتن محمد رمضان كمدير رياضي. لا، النادي الاهلي شايف الابعاد كويس قوي، وافضل حاجه في النادي الاهلي هي فكره التعامل مع الاخفاق. انا بتعامل مع الاخفاق ازاي؟ سهل جدا اصدر فكره المظلوميه واعيش عليها طول الوقت، وبالتالي مش هقدر اوصل لمرحله. هل هناك من يصدر فكره المظلوميه؟ اه طبعا. نعم. طبعا، ولازم تتصدر. هل هناك من يعيش على فكره المظلوميه؟ لانه مش قادر يعيش على البطولات، فلازم يعيش على فكره المظلوميه. ليه؟ لان ده انا بشوفه ميكانيزم دفاعي. انا مش قادر اواجه النادي الاهلي ومش قادر ادخل منافسه حقيقيه على ارض الواقع مع النادي الاهلي. فبتبقى الجاب دايما من 7 سنين اهلي، 3 سنين باقي الفرق، مش كل مش فريق واحد، باقي الفرق. طب انا هعيش ازاي وانا اتصدر لي اعلاميا في مرحله الستينيات ان احنا على مسافه واحده؟ فلما اجي اشوف على ارض الواقع ما بلاقيش المسافه الواحده دي. طب الحل ايه عشان اخرج من الازمه اللي انا فيها دي؟ لا، انا بخسر عشان الاهلي بيتم مجاملته، انا بخسر عشان اتحاد الكره اهلاوي، انا بخسر عشان الحكام بيدعموا النادي الاهلي. حتى لو كان حكم فرنسي هيقول لك ده حكم اهلاوي، وحصلت من لاعب في نادي الزمالك في مباراه الانسحاب الشهيره في 99 بتاعت ايمن عبد العزيز. ايمن عبد العزيز. نعم. قال ده حكم فرنسي وحكم بيشجع النادي الاهلي، برغم ان الحكم ده كان هو حكم نهائي مباراه نهائي كاس مصر 97 اللي خسرنا فيه الكاس. ممكن تكون خالته اهلاوي او عمته او شعبيه الاهلي في فرنسا كبير. اه طبعا. اه يعني ايه اللي مزعلك يعني؟ ممكن لا مزعل، جايز فعلا. جايز، لان فعلا الاهلي هو قبل التاريخ بتاريخ، فوارد. نعم. جدا شعبيه النادي الاهلي في فرنسا خلت الحكم يكون. اذا المظلوميه موجوده من اجل عند البعض، يعني من اجل التقليل من انجازات الاهلي. مش بس كده، هو عشان اقدر اتعايش مع اخفاقاتي. اتعايش مع اخفاقاتي، حلو. طيب هل انت شايف النادي الاهلي يا فارس بيتعرض لفبركه في الاخبار والموضوعات، وبالتالي بيدوا للناس بقى فرصه ان يقول لك خش شوف بص مشاكل ازمات حدوته؟ شفت كولر لما ضرب تاو راح جاري على كولر، والنادي الاهلي غطى على الموضوع وما وضحش الموضوع. هل شايف الاول هل الخبر صحيح او في جزء من الصحه او ليه اي اساس من الصحه، ولا الموضوع كله من اوله لاخره هو برضو نوع من انواع الحرب ضد النادي الاهلي؟ كابتن شوبير، يعني دي انا بشوفها ان هي مش حرب، ده هو اتجاه منظم تجاه النادي الاهلي، وهدفه في الاساس طول الوقت ضرب استقرار النادي الاهلي. انا بضغط عليك اما ببعض الامور خارج الملعب او بعض الامور احيانا اللي بنشوفها جوه الملعب، ولكن خارج الملعب ده احنا بنشوف دلوقتي اخبار. نعم. بتطلع على مجموعه من الصفحات بتستخدم شعارات بعض المواقع الشهيره، وبينزل التصميم ان كولر في اشتباك مع بيرسي تاو او كتير جدا من الاخبار. بس انا عايز اقول حاجه، اللي بيعمل كده بيجهل النادي الاهلي. ليه بيجهل النادي الاهلي يا كابتن شوبير؟ لان النادي الاهلي هو اساسا ما عندوش حاجه اخبيها. النادي الاهلي اللي تاريخه اصلا في فكره ان لاعب زي حسين حجازي ابو الكره المصريه بيعمل موقف عندي، فانا اللي بروح اقرر اعاقبه واعلن العقوبه، مش بخبي. انا اللي باخد موقف تاريخي، وانا اللي بقول حسين حجازي رفض استلام الميداليه، فانا هعلق على باب النادي يا كابتن شوبير. انا كنادي اهلي اللي بعلق على باب النادي بقول حسين حجازي ابو الكره المصريه معروف، اعظم لعيب في تاريخ الكره المصريه طبعا. نعم. انا النادي الاهلي اللي لما بيحصل عندي كابتن ابراهيم حسن طبعا في احد مباريات لمنتخب مصر، حضرتك. نعم. اكيد فاكر الواقعه دي في التسعينات، النادي الاهلي قبل اتحاد كوره وهو مع المنتخب المصري. نعم. بيعلن ويبادر بعقاب كابتن ابراهيم حسن وايقافه. مؤخرا، عشان برضو الناس ممكن تقول الزمن غير الزمن، لا، في النادي الاهلي الزمن مش غير الزمن. بمعنى لان دي ضوابط، ده تسلسل، ناس بتسلم بعض. كابتن كهربا في وجوده واحنا لسه كنا بندافع عنه، وهو جاي من نادي الزمالك، اكيد في بعض الامور النادي الاهلي غير، اوضه لبس النادي الاهلي غير،
لسه الولد ما خدش على النادي الاهلي في الوقت ده. ايه اللي حصل؟ حصلت واقعه جوه التمرين، حد شافها؟ لا. لا. في صحفي اتكلم عنها؟ لا. لا. في مواقع كتب عنها؟ لا. الناس فوجئت باكبر عقوبه في تاريخ النادي الاهلي ضد اي لاعب، ده النادي الاهلي. يبقى النادي الاهلي هيغطي على مشكله او اعتداء لاعب على مدير فني، فدي حمله ممنهجه هدفها ان هي تهز استقرار الفريق قبل السوبر. وعشان كده احنا مطالبين جمهور، اعلام، مجلس اداره، فريق، ان احنا ندرك ان بطوله السوبر القادمه كل الناس بتشتغل ضدك ان انت تتعثر في البطوله دي، لان ده كان كده الهويس اللي هيتفتح على النادي الاهلي وتبدا تدخل في سلسله من المشكلات. حلو اللي قاله فارس، بطوله السوبر القادمه. هل الاهلي في ازمه؟ هل خساره بطوله قادمه ممكن تؤثر على مسيره النادي الاهلي؟ وانتوا كناس ناشطين بقوه على السوشيال ميديا، هل بتشعر يا اسامه ان في احيانا انقسام وانه في البعض بيؤثر وبالتالي بتبقى في امور سلبيه بدلا من المسانده والمؤازره بتتحول الى نقد؟ انا مش ضد النقد، لكنه احيانا تكسير في الفريق. طيب خلينا نتفق ان انا دايما بشوف ان في سيكولوجيه للجماهير. نعم. اي نادي له جماهير، كل الجماهير بتاثر بهويه النادي. تمام. قلت لحضرتك في الجزء الاول ان في البعض عايش على دور المظلوميه عشان يتعامل مع الاخفاق اللي بيواجهه امام البطل وهو النادي الاهلي. ماشي. طيب البطل بقى، أيوة، جماهيره ايه؟ جماهيره ما تعرفش غير البطوله. انا ما اعرفش غير رقم واحد، انا ما اعرفش غير الذهب. ده ممكن يكون له بعض الوقت سلبيات، الا وهي الكل تحت ضغط الذهب، الكل تحت ضغط المركز الاول، طبيعي. الكل تحت ضغط البطوله. نعم. وده بيخلينا نروح لهويه اللي بيمثله النادي الاهلي. لازم يكونوا على قدر ضغط جماهير وطموحات النادي الاهلي. احنا يا كابتن نلعب قدام بايرن ميونخ تلاقي الجماهير تقول لك انا عايز اكسب بايرن ميونخ. صح. انا باخد برونزيه كاس العالم للانديه اللي ما فيش فريق في مصر قدر ان هو يوصل لكاس العالم، وعلاقته بكاس العالم هي مشاهده النادي الاهلي وهو بيحقق الانجازات. نعم. وجماهير النادي الاهلي بتاخد البرونزيه وهي زعلانه ان انا ما وصلتش مباراه نهائيه. نعم. انا بتغلب امام ريال مدريد اللي هو كان يعني مكتسح قاره اوروبا وانا طالع زعلان، انا ازاي اخسر من ريال مدريد؟ فدي هويه لا سلبياتها، بالتاكيد لا سلبيات. ايه سلبياتها؟ انها تحطك تحت الضغط. طب ايجابياتها ايه؟ انها مش هتخليك ابدا تبص وراك، انها مش هتخليك ابدا تعتمد على نظريه مؤامره، انها مش هتخليك ابدا تعلق شماعه على التحكيم او اتحاد كوره او صفقه لاعب راح او صفقه لاعب جه. الضغط ده له ايجابيته اللي مخلي هويه النادي الاهلي حتى الان انا رايح اكسب. هتقول طب لو خسرنا لا قدر الله السوبر اللي جاي، انا هنا عايز اقف عند النقطه دي واقول ان النادي الاهلي بتكوينه بطبيعته بموروثاته اللي احنا عرفناها بعد اي اخفاق اول حاجه بينجح فيها هي انه يقوم يقف مباشره. حصل الاخفاق ده، حصل الموسم الماضي، خسرنا السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري، خسرنا السوبر ليج المستحدث، الامور ما كانتش افضل حاله. صحيح. حصل ايه؟ اجتماع اللعيبه مع بعض، وانا قاعد مع كل حضرتك اكيد عندك المعلومه. نعم. قبل السفر لمونديال الانديه كنا بنلعب اتحاد جده، والسخريه من بعض الاعلاميين وبعض الجماهير من فكره النادي الاهلي جاي قد كده بقى بنزيما والكعب العالي لاتحاد جده. نعم. رحنا عملنا ماتش هويه النادي الاهلي. هنا انا بقى بطالب الجهاز الفني وبطالب اللاعبين، انا قناعاتي بالجهاز الفني كبيره جدا، قناعاتي بلاعبي النادي الاهلي ان هم الافضل حتى مع بعض النقص في بعض الصفقات، ولكن انتوا الافضل في هذه البطوله. انا عاوز اشوف هويه النادي الاهلي اللي لما بيقع بيقوم، مش بس بيقوم، بيقوم واقف على منصه التتويج. طيب هتهمك اتهام، يلا بينا. يعني انتوا عفاريت سوشيال ميديا. تمام. واحنا كلنا بنجري وراكم، يعني يمكن احنا عندنا خبراتنا في الاعلام او لكن انتوا في السوشيال سابقين وجريين. مش شايف يا فارس انه احيانا بتهتموا بقضايا تافهه تقلل من نادي الاهلي وفجاه تدخلوا في المعركه ومعركه محسومه؟ يعني واحد كسبان واحد 98-1، ازاي تقارن الواحد بال 98؟ فانتوا بتدخلوا في هذه المقارنات، مش شايفين انه ده بيقلل من النادي الاهلي؟ انا مع حضرتك. ولكن في حاجه محتاجين نقولها. سؤال ليكم انتوا الاثنين. طبعا. النادي الاهلي مش محتاج يعرف عن نفسه. حلو. عارف حضرتك كده. أنا عارف لا يعرف. الاغنيه الشهيره مصر تتحدث عن نفسها. النادي الاهلي في كره القدم. طبعا ده حضرتك استاذنا. في الاذاعه الصبح. في الاذاعه الصبح طبعا. كيف ابني قواعد المجد؟ في الرياضه المصريه. نعم. كابتن شوبير، الاهلي يتحدث عن نفسه. ماشي. قولا واحدا. ماشي. ما فيهاش فصول. طيب احيانا في بعض الامور جمهور اجيال مختلفه. جمهور طالع بيسمع مظلومات كانت بتتردد وكلام بيترسخ عن بطوله دوري حسن شحاته وعن نادي القرن. هنا في دور مهم جدا جدا كان لجيل من الشباب الاهلاوي
وانا اعي ما اقول، وهم الناس معروفين للجمهور الاهلي ان هو يفند الاجاذيب دي، وانه ما يسيبش الساحه لناس اكذب ثم اكذب ثم اكذب. الكذبه بتتصدق، الكذبه بتتصدق. فكان في وقت مهم جدا ان انت توصل ليه النادي الاهلي نادي القرن، ليه النادي الاهلي ما خدش دوري حسن شحاته ان هو اتجامل فيه، ليه النادي الاهلي الاتحادات ما كانتش بتجامله، ليه النادي الاهلي وكاله الاهرام دي كذبه، ليه النادي وهكذا يا كابتن. ولكن في بعض الامور الفرعيه اللي انا مع حضرتك فيها، نعم. ان المنافس بيحاول ياخدك لتحت، وانا بشوف ان اي خناقه ما بين النادي الاهلي واي منافس محلي، المنافس المحلي خد النادي الاهلي فيها لتحت. صح. ليه؟ لان انت قدرك حتى الخناقه هو مستفيد منها طبعا، حتى لو هو خسران طبعا. انا اتحطيت مع البراند والاسم الاكبر داخل القاره، الاسم اللي بيب جوارديولا لما جاي يتكلم قال انا لما نزلت مصر كل الناس بتكلمني عن النادي الاهلي. احب نزلت بتاعت اسكندريه. طبعا. كمل يلا معاك. انشيلوتي لما اتكلم عن ريال مدريد قال احنا نعرف ان النادي الاهلي هو اللي بيقارن في افريقيا بريال مدريد. فانا مع حضرتك، ولكن احيانا ما بيكونش الرفض فكرة ان انت بتقول للنادي الاهلي حاجة فاحنا بنجري الرد. لا، بتكون الفكرة هي ان انت حقك تشوف نفسك احسن واحد. كل واحد في الدنيا كابتن شوبير من حقه يشوف نفسه احسن واحد. واحيانا الفكرة دي بتريح بتريح البعض نفسيا، أكبر انه شايف نفسه اكبر مزرعة اكبر. انا بقى عندي فكرة اكبر اي حاجة، اوعى تستخدم مع النادي الاهلي افعل تفضيل. فكرة افعل افضل اكبر انت خسران. انت حضرتك جاي تهدد؟ لا لا، انا بكلم حضرتك انت اكيد رقميا هتبقى خسران، اكيد واقعيا هتبقى خسران، ولكن الاسوأ ان انت تقول ده وتدعي ان اللي ما يعرفش ده ما عندوش ادراك او فهم. لا، ده هنا التاريخ. هنا التاريخ يا كابتن شوبير. النادي الاهلي لما كان بيدخل بعض المعارك على مستوى الالقاب كان بيدخلها مع الميلان 2014 فبراير. نعم. احنا بناخد البطولة السوبر الافريقي امام الصفاقسي، بنبقى 19 بطولة قارية والاكثر تتويجا على مستوى العالم. بيطلع مين؟ بيطلع ادريانو جالياني، ده المدير التنفيذي للميلان. بيهاجم النادي الاهلي وبيقول انا عايز اعرف بطولاته دي معتمدة ولا لا. بيرد الاتحاد الافريقي ويقول له النادي الاهلي بطولاته القارية دي هي جزء من التاريخ بتاع القارة، وهي بطولات كلها تفخر بها القارة. ثم لما ده يحصل يطلع المدير التنظيمي جانديني، المدير التنظيمي للميلان، يعتذر للنادي الأهلي. دي مستوى الصراع اللي النادي الأهلي يدخل فيه. أنا داخل في صراع على الأكثر تتويجا مع إيسي ميلان اللي اعتذر للنادي الأهلي وقال إن هو هيغير شعاره بنهاية الموسم. فأنا ما ينفعش، عارف كده حضرتك رحلتي من الشك إلى اليقين. أيوة. أنا ما ينفعش رحلتي من جلياني ليه الصراع مع يعني ناس بتحب تعيش الوهم او تعيش فكره الاحقيه الغير موجوده، ولكن تاكيد احقيه وجداره النادي الاهلي وحق النادي الاهلي. اكلوا عروه والله، اكلوا عروه والله. طيب قول رد. انا متفق طبعا مع جزء كبير من كلام فارس، مع كل كلام فارس، ومتفق مع حضرتك جدا، ولكن انا طماع شويه. اطمع. انا حتى مش هسيبك تعيش الوهم وانا موجود كمان. غير مسموح. انت رزل قوي، دمه تقيل قوي. غير مسموح. ايه ده يا جدع؟ بجد غير مسموح. ان انت تعيش الوقت في وجود النادي الاهلي. وسيبني احلم. سيبني. مفيش. لا اصلا لو سبتك تعيش الوقت هيطلع بعدك اللي يصدق ان الوقت مستحيل. يا ريت زمان. مش قادر والله. مش قادر. مش قادر. نعم. فلازم ان انا اوقف الامور في النقطه دي. ليه؟ لازم تتفوق. طبعا لازم تفوق. طبعا طبعا. انت توهم زي ما انت عاوز. بس انا في وجود النادي الاهلي صعب ان انت تتوهم حاجه انت افضل فيها من النادي الاهلي او اكبر فيها من النادي الاهلي، لان كلمه اكبر انت بتلعب في المطلق. لان النادي الاهلي انا وجهه نظري هو تاريخ الرياضه المصريه، الرياضه المصريه من صناعه النادي الاهلي. ده مش كلام مرسل، ده كلام النادي الاهلي دفع ضريبته في بدايه عهده من البطولات. تحب نتكلم شويه عن النادي الاهلي؟ طب تمام. النادي الاهلي يا كابتن طبعا زي ما حضرتك قلت، تحب تتكلم عن النادي الاهلي؟ احنا جايين نتكلم عن النادي الاهلي. ايه ده تمام، انت حضرتك جاي تتكلم عن مين؟ النادي الاهلي. اتفضل. طبعا الانشاء 1907. بس القصه مش في الانشاء، هي ايه ضريبه النادي الاهلي اللي دفعها؟ ضريبه النادي الاهلي اللي خلت اللي يتقال عليك ان انت اكبر قلعه رياضيه في مصر من 1916. 16؟ طبعا. ده كان بقاله 7 سنين 10 سنين 9 سنين. ما انا ولدت كبيرا. النادي الاهلي النادي الاهلي ولد عملاقا. فمن 1916 ايه اللي حصل؟ ايه قول لي، عايز تقطع؟ قول لي انت والله. طيب. اسمعك والله، انا مستمتع. البطولات كان في الاتحاد. اتكلمت دلوقتي انا سايبك. شكل انا وانا اللي قلت يا عم. انا مالي يا كابتن، ده احنا نتعلم من حضرتك طبعا حبيبي. البطولات
بدات من بعد التاريخ ده، وقت الاتحاد المصري بدا 1921، لكن لا. كان في صراع كبير جدا يقوده النادي الاهلي بشكل منفرد لتمصير كره القدم المصريه من براثن الاتحادات المختلطه. اللي حصل ان 1913 بدات اول بطوله، بطوله برانكي، وده راجل ممثل مصر في الاولمبياد، تمام. النادي الاهلي رفض يشارك في البطوله دي، شارك انديه مصريه اخرى لا داعي لذكر اسمها. بس عمل ايه النادي الاهلي؟ وقف؟ لا، عمل بطوله اسمها كاس حشمه 1914. البطوله دي لطلبه المدارس العليا للمصريين فقط لا غير. الاتحاد المختلط ما سكتش. 1916 بدا كاس السلطان حسين وفتح المجال، وهندي بعض المكافئات حتى لو فوتات للانديه المصريه. النادي الاهلي انا مش مشارك. ليه مش مشارك؟ ما انت ممكن تلعب مع انديه انجليزيه عادي. لا، انا مش مشارك لان انا مش موافق على الاداره دي، لان الاداره دي مش موجود فيها اداره مصريه. فحطوا اثنين من اصل ثمانيه، الاثنين كانوا ممثلين النادي المختلط، اسمهم حسن مصطفى وابراهيم علام جهينه اللي هو سكرتير اللجنه اللي بيدير البطوله وسكرتير نادي المختلط وقتها. الاهلي قال مش مشارك. طب الاهلي مش مشارك بس، لا ده كمان دعا ان الانديه تاخد نفس القرار للانديه المصريه، ولان النادي الاهلي كبير كل الانديه المصريه بلا استثناء ايدت موقف النادي الاهلي الا نادي واحد. دايما كان ضوء شارد. بس الاهلي هقول لك برضه مع ضوء شارد ده بيعمل ايه؟ لان الاهلي كبير، والكبير بيلم مش بيعطر. النادي الاهلي في 1916 رفض. طب حصل ايه؟ قالوا خلاص يا جماعه اللجنه دي هتبقى 16 فرد، 8 مصريين و8 اجانب. النادي الاهلي وافق، دخل النادي الاهلي البطوله. ووقتها كان جعفر ولي باشا عاوز بقى يمصر كره القدم. انت بتديني فتات، انا هعمل الاتحاد المصري لكره القدم. 1921 الاتحاد المختلط يسكت؟ لا. خلى الانديه الاجنبيه تنسحب من بطوله كاس التفوق اللي هي المفترض تحل محل كاس السلطان حسين. الكلام ده مهم جدا لانه تاريخ. فالاهلي قال خلاص مش مشارك في كاس السلطان حسين، ودعا جعفر ولي باشا 1922 الانديه المصريه لعدم المشاركه. كل الانديه استجابت الا نادي واحد. حصل ايه؟ ان الاتحاد المختلط هو اللي طلب يقعد مع الاتحاد المصري لكره القدم. يا جماعه طلباتكم ايه؟ طلباتنا من بطوله كاس السلطان حسين دي تبقى تحت امره الاتحاد المصري لكره القدم. موافقين. المكافئات هتطلع مناصفه، بعد ما كان بيبقى ليك فتات بقت مناصفه. شوف دور النادي الاهلي في التمصير، وشوف دور النادي الاهلي على مدار التاريخ في البحث دايما عن حقوق الانديه الاخرى، اللي بعد 100 سنه كان بيحصل نفس الكلام في ازمه البث، وحضرتك تتذكر ده جيدا. والنادي الاهلي خد صراع من اجل حقوق الانديه المصريه. ده النادي الاهلي، ده الصناعه المصريه، ده الرياضه المصريه. استجاب، ولكن وقتها وقت ما النادي الاهلي انسحب ب 22 كل الانديه استجابت الا الضوء الشارد. طب الضوء الشارد وصل للنهائي. يعمل ايه النادي الاهلي بعد استجابه الاتحاد المختلط؟ انا هديك ثلاث لعيبه من عندي، العب بيهم مباراه نهائيه. ده رب البيت الكبير للرياضه المصريه. نادي المختلط بيشارك في مباراه نهائيه صعبه، بعت له محمود مختار صقر، بعت له رياض شوقي، بعت له خليل حسني، ثلاث لاعبين من منتخب مصر. لعبوا المباراه النهائيه، المباراه انتهت بفوز نادي المختلط. اللي سجل الهدف الثاني في الوقت الاضافي كان لاعب النادي الاهلي مختار الكبير. هو ده النادي الاهلي يا كابتن شوبير اللي شال الرياضه المصريه على كتفه من الاجنبيه للتمصير. ده مدار التاريخ. طب تعالى، النادي الاهلي مؤثر في افريقيا؟ مؤثر في افريقيا. ارجع لموقف كابتن صالح سليم وهو بيغير هويه بطوله دوري ابطال افريقيا. احكي لك انا على ده، لان انا كنت يعني ايه معاصر هذه الواقعه من اولها لاخرها، باعتباري شاهد على العصر او جبرتي شويه في الاحداث الكرويه، خصوصا في الثلاثينيه الاخيره. خلينا نروح لفاصل ونرجع لهذا الحوار الممتع ومباراه فارس واسامه معايا. We'll be right back.
طبعا دي على هواك مش كده؟ طبعا هتحكي على اللي جاي والحاضر، هنحكي عن مصنع الابطال، هنحكي ازاي النادي الاهلي مختلف في كل شيء. طيب هنحكي بعد اذنكم بس، لانه معايا السيد بيدرو ايمانويل مدرب نادي العين ونادي الخليج العين الاماراتي والخليج السعودي السابق. مستر بيدرو مساء الخير، ازيك؟ جود ايفنينج، مساء الخير على الجميع. الزوم طالع على الشاشه ولا مش طالع يا جماعه؟ طيب عموما خلينا معاه بالصوت لحد ما تيجي الصوره. يعني طمنا، هل متابع للكره المصريه؟ تقوليت تدريب نادي العين، تقوليت تدريب نادي الخليج السعودي، لكنه شفناكش في الكره المصريه، هل نتوقع ان تكون الخطوه القادمه ليك في مصر؟ هو الاول دلوقتي الاول كان صوت، دلوقتي لا صوت ولا صوره. هيجي يا كابتن. نرجع بعد شويه يا جماعه ولا؟ طيب نرجع بعد شويه، بس خلوني بقى مع فارس شويه الله يخليكم. بس قبل ما اتكلم على اللي جاي والحاضر، دي انا كنت محضرها لك على فكره. يعني احكي لكم بس قصه انسحاب النادي الاهلي من البطوله الافريقيه، كانت برضو مرتبطه بالسوبر. بالظبط، احنا كنا في جنوب افريقيا، وقصه الحكم دي قصه، بس انا لساني لحد دلوقتي مش مطوعني احكيها. يعني قصه الحكم بطرس ماتابيلا، ايوه دي قصه، بس انا يعني ايه مش عارف احكيها يعني. بس في شوية. يوم من الايام لا لا مش يعني كان في شوبينج، في يوم من الايام هحكيها ان شاء الله، ربنا يديني العمر يعني. المهم يعني ف جه بطرس ماتابيلا ده، وحصل اللي حصل، لكنه المشكله كانت خارج الملعب، كان كابتن طارق سليم هو مدير الكوره. طبعا. وحصل مع الطرد كان نعم، وكابتن ابراهيم حسن اعتقد. لا 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 لا، الطرد كان لمحمد يوسف. كابتن حسن حصل مشكله، والمهم كان المراقب اسمه، لا هحكي القصه الاول، المراقب كان اسماعيل بامجي من بوتسوانا، والراجل بقى كان تخين كده وعمل مشكله مع الكابتن طارق، فكابتن طارق انفعل جدا وحصل بقى حوار وزعيق وشغلانه وحدوته. نقل هذا الامر، هقول لك مفاجاه مدويه. اتفضل. كان مهندس مصطفى مراد فهمي كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. واتخذت عقوبات قاسيه ضد النادي الاهلي في هذا التوقيت. طب كف سنه. فالنادي الاهلي اعترض. ايوه. كان كابتن طارق سليم وكابتن ابراهيم حسن. انا بقول لك بس الكلام ده كان كام؟ 94 يناير 94. كان المهندس مصطفى مراد فهمي والكابتن صالح سليم غاضبه غضبا شديدا من المهندس مصطفى مراد فهمي. كمان ساعتها. فبعد هذه القرارات وبعد ما حدث في المباراه، فالنادي الاهلي اجتمع وقرر انه مش هيشارك في البطولات الافريقيه الا لو عادت العداله مره اخرى، الا لو المسابقه بقت بمقابل مادي، الا لو تم يعني وضع نظام صحيح لهذه البطوله. والاتحاد الافريقي اوقف النادي الاهلي سنتين بسبب الانسحاب، في وجود المهندس مصطفى مراد فهمي اللي كان سكرتير الاتحاد الافريقي، اللي بيدعي البعض انه جامل النادي الاهلي في التصنيف والترتيب وفي نادي القرن. حد فاكر المعلومات دي؟ طبعا المهندس مصطفى مراد فهمي له ايادي بيضاء على نادي الزمالك بالمناسبه. ما انا بقول لحضرتك، لا لا انا مش دعوه مشاركه 84. لا لا انا ماليش دعوه بالقصه دي خالص، بس انا بس بحكي. وبعدين عاد الاتحاد الافريقي وغير من النظام وغير نظام البطوله، وبدا يضع، لان الكابتن صالح قال لك انا هفضل اصرف فلوس وما اخدش حاجه. واتجهنا للبطولات العربيه وقتها. بدانا البطولات العربيه، اشتريت شقه بفلوس البطولات العربيه، ربنا كرمنا وحياة ربنا، ربنا كرمنا وخدنا فلوس، وكانت في القاهره و100 فل. القرار كان لصالح كابتن شوبير. تمام. و100 فل و14. ثم الاتحاد الافريقي استجاب لطلبات النادي الاهلي بالكامل، وعاد الاهلي الى البطولات الافريقيه وبدات مرحله الاكتساح. خلينا ارحب من جديد ببيدرو ايمانويل المدير الفني السابق لنادي العين ونادي الخليج السعودي. مستر بيدرو مساء الخير، ازيك؟ شكرا جزيلا، من بالغ سروري أن أتواجد معكم وأن أتحدث معكم الليلة. أشكرك شكرا جزيلا. يعني عندك توب كتير في المنطقة العربية، العين الإماراتي والخليج السعودي، هل نتوقع أن نراك التجربة القادمة في مصر مدربا لأحد الأندية المصرية الكبرى؟ لا نعلم أبدا ماذا سيحدث في المستقبل وكيف تسير كرة القدم. كل شيء يمكن أن يحدث في وقت قصير، فبالتالي أنا بالفعل كان لدي بعض العروض من مصر، لم يكن الوقت مناسبا أن أتي إلى مصر، ولكن لا نعرف، ربما عروض من مين في مصر؟
أعتقد ليس من الصواب أن أذكر هذه الأندية الآن، ولكن هي بعض العروض الجدية. كانت أندية جيدة جدا في مصر، وأندية أستطيع أن أقول أنها دائما تقاتل من أجل البطولات. طيب خلاص، مش هنقول لأهلي ولا زمالك ولا حاجة تانية، لكن هنكتفي بكده. أسألك، ليك تجربة مع اللاعبين المصريين عماد متعب وعصام الحضري في نادي التعاون السعودي، وكان أيضا مصطفى فتحي، وبعدين في الخليج مع محمد شريف. كيف وجدت اللاعب المصري؟ هل أنت من طلبت انضمام محمد شريف لنادي الخليج؟ لأبدأ من النقطة الأولى، أنا أجد أن اللاعبين المصريين لديهم شغف كبير تجاه اللعبة، وهذا هو الأهم بالنسبة لي كمدير فني. حينما أجد اللاعب لديه هذا النوع من الشغف، يستطيع أن ينقل المباراة لمستوى آخر تحت قيادتي، فبالتالي هذا هو السبب الذي فضلت عليه اللاعبين المصريين حينما تابعت الدوري المصري قبل فترة. محمد شريف أقنعك في الخليج السعودي؟ هل أنت من طلبت الضمه، وكيف تقيم مستواه؟ نعم، كان أحد الخيارات التي كانت لدينا، والتي تم اختيارها مباشرة عن طريقي. نعم هذا صحيح، أنا اخترت محمد شريف. نحن حاولنا أن نتعاقد معه من الأهلي من قبل، ولكن لم يكن الوقت مناسبا، ولكن كان من الممكن أن نتابعه، وأيضا كان لدينا مساهمة كبيرة من جانب الجهاز الفني، ومن أيضا من جانب جهاز المنتخب المصري تحت قيادة روي فيتوريا. قال كلام إيجابي كثير عن اللاعب، وقال ما توقعناه أنه سيتألق وسيتطور عاما بعد عام مع نادي الخليج. لديه الجودة الكبيرة بالنسبة لمحمد شريف، ولديكم هذا النوع من اللاعبين. هو نوع من اللاعبين الذي يستطيع أن يجد مكانا لنفسه في السعودية. عايز أسألك عن نادي العين، وأنت كنت مدرب لنادي العين، وهناك مواجهة كبيرة تجمع بين العين الإماراتي والأهلي المصري في بطولة سوبر إنتر كونتيننتال. المباراة ستكون في القاهرة في حضور كبير للجماهير المصرية. كيف ترى هذه المباراة؟ هل شايف أن المباراة أقرب للعين أم أقرب للنادي الأهلي؟ ناديين كبيرين، فبالتالي العين هو بطل دوري أبطال آسيا، وأيضا قد أجرى الكثير من التحسينات على مستوى الفريق وعلى مستوى دكة البدلاء. منذ عام 2020 و2022 قد دربت الفريق، وكان لدينا الكثير من المشاكل بسبب كورونا، ولكن بعد ذلك العين أحضر لاعبين كبار للفريق، والنتائج قد تطورت، وهذا ما دل عليه الموسم الماضي، ولم تكن مفاجأة بالنسبة لي، لأن على سبيل المثال الهلال من السعودية ناد كبير ووصل إلى قبل النهائي، وقد استطاع أن يتغلب على الهلال بأداء مقنع من العين. فبالتالي بالطبع أستطيع أن أقول أن الأهلي ستكون مباراة صعبة. هو أفضل فريق في إفريقيا، هو دائما مرشح للفوز في أي مباراة صعبة، وخصوصا هذه المباراة. فأستطيع أن أقول من المهم في كرة القدم هو خصوصا المباريات الكبيرة، المباريات القارية، أن تكون جيدة، أن تكون ممتعة، وأن يجدها الجمهور ممتعة. وأنا أؤمن أن كلا الفريقين لديهم الجودة ليستطيع أن ينافس ويفوز بهذه المباراة. مستر بيدرو مانويل، المدير الفني السابق لنادي العين ونادي الخليج السعودي، بشكرك شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا جزيلا، فقرة كان لابد منها، لأنه برضو مدرب عنده خبرة طبعا عن نادي العين والمنطقة العربية، وكلم كلام جميل عن النادي الأهلي وعن نجمنا محمد شريف. تعال بقى نروح، أنا الأهلي اللي جاي والحاضر. بتعجبك الأغنية؟ طبعا بتعجبني يا كابتن ولا شوبير. ولا بتجسد لك ولا بتوصف لك الحالة؟ بص يا كابتن شوبير، احنا لو لخصنا النادي الاهلي فهو ماضي وحاضر ومستقبل. نعم. ماضي وحاضر ومستقبل الرياضه المصريه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. نعم. شيل
النادي الأهلي من معادلة الرياضة المصرية تحديدا، هتلاقي كل خريطة الرياضة المصرية اتغيرت. نعم. وإنجازات واتحادات اتأسست وكل حاجة. يعني إحنا لو جينا بنتكلم عن أول ميدالية أولمبية حققتها مصر ذهبية رفع الأثقال، السيد نصير 1920 أولمبياد أمستردام من النادي الأهلي. طيب هنيجي، أسامة كان بيتكلم في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم. نعم. جعفر ولي باشا رابع رئيس للنادي الأهلي. نعم. هو مؤسس الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب هنروح للطايرة، أول رئيس طايرة، أول رئيس للاتحاد المصري للطايرة هو أحمد عبود باشا رئيس النادي الأهلي. عندنا طبعا عزيز فهمي هو من مؤسسين الاتحاد الدولي للطايرة وأيضا من النادي الأهلي. عندنا في كرة السلة، عزيز فهمي كان لعيب كرة في النادي الأهلي. طبعا كان حارس مرمى، كان حارس مرمى ده احترف طبعا على طول، على طول لقى في اسم حارس المرمى. لا 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 كابتن شوبير بينافس من قبل ما يجي. لا لا ده احترف في اوروبا، هو عم مصطفى مراد فهمي على فكره كمان. عندنا في كره السله عبد المنعم وهبي، ده رئيس الاتحاد الدولي لكره السله. صحيح. رئيس الاتحاد الدولي لكره السله. عندنا في كره اليد دكتور حسن مصطفى هو رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. اي فخر واي تاريخ، احنا بنتكلم عن نادي شايل الرياضة المصرية على كتافه حرفيا، شايل الرياضة المصرية من 1907 على كتافه. كابتن شوبير، نعم. انا بشوف ان النادي الاهلي، ودايما انا بشارك حضرتك في الجملة دي وبكون سعيد ان النادي الاهلي هو القوة الناعمة للرياضة طبعاً المصرية. طبعاً. انا بقول اللي عنده النادي الاهلي ويفرط في حاجة بقيمة النادي الاهلي هو عنده مشكلة كبيرة جدا. ادي الاهلي حقه. أنا بفتكر هشام الخلصي التونسي الجميل قال جملة، قال من الغباء، وهنا أنا بشوف إن هي مش شتيمة، أن تنكر على الأهلي قدره، إن أنت تقلل من النادي الأهلي وتاريخه. أنت حضرتك بتتكلم 9 مشاركات كأس العالم للأندية، مفيش فريق في مصر راح سنتر في كأس العالم للأندية، حد السنتر. أنت بتتكلم في آخر 22 سنة. النادي الأهلي لو مش في دوري أبطال أفريقيا إحنا كنا كابتن شوبير هنتحول لأضحوكة لفرق شمال افريقيا وفرق افريقيا بالكامل، لان النادي الاهلي كتب تاريخ. اخر 5 نهائيات بتحقق 4، بتحقق 4 ميداليات برونزيه في كاس العالم للانديه، بتعمل في الدوري المصري. النادي الاهلي هو كل انديه الدوري مجتمعه النادي الاهلي اكتر من ضعفها. الزمالك 14، الاسماعيلي 3، و4 بطولات منفرده للترسانه والمحله والاولمبي والمقاولين. النادي الاهلي اكتر منهم زائد 2. بتتكلم في افريقيا، النادي الاهلي 12 بطوله، اقرب منافس مازيمبي والزمالك كل واحد 5. السوبر الافريقي نفسه النادي الاهلي 8 سوبر افريقي، اقرب منافس 5. وصافه النادي الاهلي تاريخيا هي شرف، ان انت يكون عندك منافس زي ده وتقدر تكون وصيف تاريخي ليه، انا بشوف ان هو شرف كبير جدا. عايز اسالك سؤال. اتفضل يا كابتن. وخده مني بصدر رحب. حاضر. جميل انك بتحب النادي الاهلي، وجميل انك بتحب النادي الاهلي، انك تدافع عن النادي الاهلي، لكن هل دفاعك على النادي الاهلي معناه انك تهاجم الاخر او تقلل من شان الاخر؟ على الاطلاق. على الاطلاق. بس لما الناس بتحس انه لا، دايما انا بقلل من شان الاخر، انه الاخر ده مش موجود، الاخر ده ما ملوش لازمه. يا عم حلو، انت اعظم نادي في الكون، جميل وبنحب كلنا هذا الوصف يعني، لكن ما هي الضرورة في الانتقاص من الآخر؟ لا، لما الآخر ينتقص مني بتضخيم حجمه لازم أوضح له إن لا، أنت كده تخطيت الحجم الطبيعي والموضوعي. نقاشنا دايما طول الوقت أنا وفارس هو تناول بلا تطاول، الموضوعية. تناول حلو، حلو ما حطيناش عار للبرنامج. حلوة بس، حلوة دي، تناول بلا تطاول. طبعا عجباني. تسلم يا كابتن. فده شعارنا على طول طول الوقت. فبالتالي بنروح للموضوعية. انا قلت ما عندناش ادنى مشكله ان جماهير اي نادي تقول احنا اعظم جماهير في الكون، ده راي جماهير، حقهم تماما. لكن لما تيجي حتى لو راي مسؤول، حتى لو راي ونقطه ما فيهوش مشكله. لو راي ونقطه تمام. لكن خليني اقول لك ان في النهايه لما تيجي تقول لي او تشكك لي في لقب نادي القرن، هل انت كده ما بتنتقص مني؟ بتنتقص مني. طب الرد الطبيعي اقول لك لا، عند حدك، نادي القرن والنادي الاهلي، لان الجهه المنوط بيها منح لقب نادي القرن هو النادي الاهلي، هو الكاف، والكاف منحه النادي الاهلي. فالفكره كلها هو مش مقدر حجمه بشكل طبيعي. برغم انا عايز اقول حاجه مهمه جدا يعني. اتفضل. انا بشوف زي ما فارس بيقول الوصيف التاريخي او ما شابه، انا بشوف ان فكره ان يتحط اسمك كمنافس للنادي الاهلي، لو الانديه اشتغلت عليها وسوقت فكره وهو بيقدم كده للشركات الراعيه انا منافس النادي الاهلي،
انا متاكد 1000000% هيجيبوا حقوق رعايه اكتر من اللي بيجيبوها من الشعارات والسلوجان اللي بيتحط على القنوات او المنتديات. ده اللي حصل يا اسامه بقاله سنين بمنتهى الوضوح. ليه يا كابتن؟ احنا لما بنتكلم عن تاريخ بنتكلم عن، انا لسه سردين انا وفارس دلوقتي، الايادي البيضاء للنادي الاهلي على الرياضه المصريه، الرياضه طبعا. المصريه صنع في النادي الاهلي، صنع النادي الاهلي. انا لما اكون بدفع ضريبه مش عايز اول بطوله دي، بس انا عايز الرياضه تكون مصريه مش اجنبيه، هو ده مش قدر الكبير؟ لما باجي اوقف لاعب عندي والاتحاد المصري لكره القدم اللي وكيله يكون يعني رئيس المختلط او وكيل المختلط يطالب بسفر حسين حجازي للاولمبياد وانا اقول لا، الاخلاق قبل البطوله، فيطلع فريق الاولمبياد بكره مختار التتش اللي من وجهه نظري واخد قدر اقل من قدره بكتير. طبعا. لا اسمها ما اخدش قدر، ده حقيقي. ما اخدش قدر، ما اخدش حقه خالص، لانه انا سمعت عن مختار التتش، وسيبوني اقول لكم شويه. اتفضل. سمعت عن مختار التتش من الكابتن صالح سليم. ده هو كان بيحكي لنا. ايوه. وبعدين ده الكابتن صالح، انت عارف الكابتن صالح كان ايه يعني متماسك. كابتن طارق سليم بقى لما كان يحكي لنا على مختار التتش فيعيط من فرط اعجابه بمختار التتش، يعني مثلا وهو يقول لك كان راجل عصبي جدا، عصبي جدا، وكان سريع الحركه وكان قصير القامه، لكنه كان قوي الشخصيه بشكل رهيب جدا. والكابتن يقول لك، كابتن يقول لك كنا بنترعش منه وبنعشقه، ويقول لك هو هذا الرجل اول من سن اللوائح واول من وضع طبعا. القوانين واول من اسس لامور كثيره جدا. والناس مستغربه او الناس ما تعرفش، الناس متخيله انه استاذ مختار التتش وتمثال مختار التتش لانه كان رئيس النادي الاهلي. عمره ما ترأس النادي الاهلي. ده حقيقي. ده الاهم. نعم. كمان وهو لاعب، وهو نعم. لاعب لم يستطيع حسين حجازي التفوق على مختار التتش لاعب النادي الاهلي. احنا يا كابتن دايما بنقول ايه؟ الاهلي ما بيقفش على حد. هل ده كلام صحيح. مرسل؟ لا مش كلام مرسل. في الفتره دي اللي فيها كان كابتن مختار التتش كان في تقريبا 30 بطوله على مدار 10 سنين لعب فيهم حسين حجازي مع اكتر من نادي، اهلي زمالك سكه حديد. النادي الاهلي لعب 15 بطوله بحسين حجازي، خد 12 من 15. لعب بدون حسين حجازي 15 بطوله، كان حجازي في فرق منافسه، مع مختار التتش خدنا 9 من 15. طب ما تخلناش بعيد قوي، خلينا في القريب شويه. في القريب. وانا بتكلم انه لماذا لا يكون هناك احترام للاخر؟ طيب كابتن شوبير، يعني نتكلم بصراحه. نتكلم بصراحه وانا جايبك لا بالعكس، نتكلم بصراحه ونوضح الامور. لان ناس كتير جدا بتشوف احنا تحديدا ان انتوا عندكم يعني انحياز مبالغ فيه للنادي الاهلي في مقابله تقليل من شأن المنافس. انحياز للنادي الاهلي بموضوعيه. طبعا. والانحياز انا عايز اقول لحضرتك حاجه. طبعا يا كابتن، انا لو ما انحزتش للنادي الاهلي في الرياضه المصريه هنحاز لمين؟ ماشي حلو. يعني انا لو عندي النادي الاهلي وما انحزتوش، انا بحب جمله عمر الشريف جدا، هو مين ده اللي يصحى يبقى عنده كيان زي النادي الاهلي وما بقاش بيشجعه ومستمتع بيه؟ اي حد تاني ليه رايه، هو حر. ولكن احنا بنتكلم عن تقليل النادي الاهلي، واحنا تعرض النادي الاهلي لحملات على مدار سنوات من الانتقاص من القاب. انا اسف يا كابتن، وصلت لحل حد ان يتقال ان بطولاته بالمحسوبيه والمجاملات على مدار فترات طويله بتتقال، وحضرتك شفت في صراع نادي القرن واللي كان حاصل، وبنقول الحمد لله الامور راحت. نادي القرن في حاجات، لا انا بتكلم في اللي حصل واللافتات يعني. انا بشوف ان يعني شيء الامور بقرارات مش بلافتات يعني. تعرضت لكل ده، وتعرضت في فترة من الفترات يعني لتجاوز ضد منظومة النادي الأهلي، وكانت الناس من أول المسؤولين كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته بيتحلوا بكل الانضباط مرورا للأمانة. هذا يحسب لهم بقوة، شيء تاريخي. ده صحيح، شيء تاريخي. وانت كسبت بس خليني، طب خلينا اتهمكم بعد الفاصل ممكن؟ تمام. بعد الفاصل عايز اتهمهم يعني. لا احنا عايز اجيب جون يعني. انا طول عمري مشتاق ان اجيب جون، عمال طول عمري اصد عايز اجيب مره جون يعني. روح الفاصل وارجع اتهم فارس واحمد اسامه. عايز الاتهام؟ عايز الاتهام ان احنا ترند ولا لا ماليش دعوه. انا الحاجات دي الناس بيحبوها، لكن انا الترند بتاعي هو شغلي بصراحه. طبعا يا كابتن. طبعا. طيب انت عجبك هدوء الكابتن الخطيب صح؟ جدا. وتعامله بعقلانيه. طبعا. وعجب حضرتك انت كمان. اكيد. طب ليه بقى في ناس كتيره جدا جدا كانت تتهم النادي الاهلي بالضعف، رغم انه هذا الهدوء وهذه الثقه هو اللي وصل النادي الاهلي ياخد حقوقه كامله، وانه حقق انتصارات يمكن بسم الله ما شاء الله
يعني هي الأعظم على مر التاريخ. طيب يا كابتن شوبير أنا فاكر لسه في اتهام تاني بس لما أخلص ده. طب نعدي الأولاني. نعدي الفخ الأولاني. طيب. بس أنتوا قلبين الدنيا يعني ما شاء الله أنتوا الاثنين يعني. إحنا سعداء يا كابتن بوجودنا مع حضرتك. لا 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 طبعا إحنا بوجودنا مع حضرتك. فخور وفرحان بيهم جدا يعني. إحنا يا كابتن سعداء يعني. أنا فاكر إن أحيانا وسط الضغوط الإنسان بشكل عام ما لهوش هنا علاقة بالمشجع ممكن يفقد بصلته. وده أخطر مكانة في الصراع. أنا بشوف إن أخطر مكانة في الصراع ده إن كان المواطن العادي أو الإنسان العادي أو المشجع العادي يفقد بصلته. ما تدوخنيش معاك. ويفتكر ما أنا هقول لحضرتك. ما تدوخنيش معاك وتعالى لي دغري، تعالى لي دغري، هتقعد تلفي لي وتجملها لي وتلفها لي، تعالى لي دغري يا باشا. إن النادي الأهلي كان بيتهم بالضعف. طيب أنا هقول لحضرتك. أيوة. أنا فاكر كابتن محمود الخطيب وقف وقال بشكل مباشر في عز ضغوط كتير جدا من الجمهور، اللي أنا بقول لحضرتك أنا مش بلوم على الناس. لأنه طبيعي الناس في الوقت ده شايفة النادي الأهلي بيتهاجم بالوقت بالشكل ده وبالضراوة دي وباستباحته بالشكل ده ومش قادر ياخد حقه. كان في رهان مختلف وهنا كانت الحكمة عند كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة. وأنا فاكر كابتن محمود الخطيب في خطابه الشهير اللي طلع قال فيه لن نتدن، وقال إن إحنا مش هننزلق وإن إحنا مهما كانت الضغوط مؤمنين إن إحنا في دولة قانون عندنا وسيلة واحدة لأخذ حقنا وهو القانون ومش هنسلك حاجة تانية. في الوقت ده أنا عشان كده بقول لحضرتك الجمهور ضحية لأن هو شايف مشهد عبثي، مشهد في استباحة النادي الأهلي بالشكل ده، والنادي الأهلي بيتمسك بأعتى درجات ضبط النفس اللي ممكن تاريخيا تتمسك بيها. وصعب أن رموز النادي الأهلي كانت تمس بالشكل ده ولكن أنت متماسك. هنا أنت انتصرت لمين؟ انتصرت النادي الأهلي؟ لا، أنا بشوف أن النادي الأهلي انتصر لكل واحد كان حيشت وكان حيضل وكان حيبدأ يتوه. هو إيه الطريقة اللي أخد بيها حق؟ هو ايه الوسيله اللي اخد بيها؟ طب انت واجهت الناس اللي هاجمت المجلس ازاي في الوقت ده؟ واجهت الناس اللي هاجمت النادي الاهلي ازاي؟ ما بقولكش هاجمت، لكن واجهت ازاي؟ ما هو في واحد انت مقتنع تماما بوجهه النظر دي. واجهت بشكل واضح ان احنا ما ينفعش النادي الاهلي اللي تاريخيا قدم صوره في الرياضه المصريه قاعدين بنتكلم عليها من بدري ان هو يتحول للوجه القبيح ده من الطريقه. وافقت تماما طبعا. طيب حضرتك نفس الكلام يا كابتن، لان كان في اجراءات النادي الاهلي لازم ياخدها. انا كنت هقول النادي الاهلي نادي ضعيف لو لم يتم تقديم شكاوى لكل الجهات المسؤوله في الدوله. النادي الاهلي على مستوى الاعلام قدم عده شكاوى لمجلس الاعلام. النادي الاهلي على مستوى القضاء قدم عده شكاوى للنيابه. على مستوى القضاء بشكل عام. قدم شكاوى. الشكاوى دي في النهايه اسفرت عن بلاغات هنا نسميها بلاغات وصلت في النهايه لحكم نهائي وتم تنفيذه في سابقه تاريخيه تحسب لانتصار النادي الاهلي، لا انتصار الاخلاق بالظبط، انتصار الرياضه المصريه، لان هو ده اللي المفترض يكون متبع في الرياضه المصريه. انا مش المفترض ان احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي نسمع سباب او تطاول او تجاوز او خطف اعراض، والطبيعي ان الناس ممكن يكون عندها ضغط نفسي كبير، شايفه ده بيحصل في رموز للنادي الاهلي، شايفه ده بيحصل لاسم النادي الاهلي، فبتضغط على المسؤول في النادي الاهلي، فالمسؤول هيتحرك ازاي؟ يقول تحرك تبعا لهويه النادي الاهلي. تحرك بمسؤوليه طبعا وهويه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، وخد حقه، خد حقه خارج الملعب وخد حقه جوه الملعب. خد حقه جوه الملعب. وانا عايز اقول ان توفيق محمد مجدي قفشه في مباراه نهائي القرن كما اطلق عليها هي كانت النقطه اللي بيتكلم فيها فارس ان الناس ما تشتش. ده حقيقي والله، لان انا بنتي سالتني بابا هو احنا ليه؟ هو مش الخير والافضليه والاخلاق هي اللي بتنتصر؟ حبيبه ولا وعد؟ حبيبه. ماشي، مين الاكبر حبيبه؟ حبيبه الاكبر. حبيبه كام سنه؟ 14 سنة. حبيبة تانية سنة ما شاء الله. ايه ده ايه ده؟ عشان تتجوزت انت عندك 14 سنة؟ لا ده عجوز. ايه ده بجد والله؟ اه والله. حبيبة تانية ثانوي وعد تانية اعدادي. اللهم صل على النبي. الله يخليك، ربنا يعزك. فلما حصلت البطولة دي انا ما اخبيش عليك، فرحت. قلت لها بصي هو ده اللي هيمشي في الاتجاه ده ممكن يتعرض لبعض الضغوط، ممكن يتعرض لبعض الاساءة، لكن في النهاية طيب. انا كنت ببكي انا وهو في التليفون. ده حقيقي اليوم ده اقسم بالله بكاء. يوم القضيه طبعا. بكاء طبعا. بكاء اصلا. بس انا جبت لكم اول قضيه امبارح مع زكريا ناصر. القضيه ممكن. انا في ناس كثيره جدا هتجنني
كره زيزو اللي في العارضه جميله وتحفه وزي الفل. انا بحب صوتها حسين حسين الشحات ده جون فاضي ناسين حسين الشحات جون فاضي وهو نفسه يعني وبيحطها وهو حسين. انا سالته حسين عارف انشغل في ايه ولا ما تعرفش الاحتفال بس كده انشغل هي رايحه رايحه عارفه عارفه سكتها بس على فكره دي الكره الوحيده اللي جت على مرمى الاهلي هي والكره جون يعني حاجه عجيبه جدا يعني. طيب اتهام تاني يلا بينا. هو انتوا لجان بمعنى في يقول لك دايما في لجان للنادي الاهلي ومن ضمن هذه اللجان فارس واسامه. طيب هو ايه يعني لجان الاول؟ المصطلح ده الزج بيه في الرياضه المصريه انا بشوف ان هو من اخطر الحاجات اللي حصلت في السنين الاخيره. مصطلح في منتهى الخطوره. ماشي. لان مفهوم كلمه لجان هي مجموعه من الحسابات الوهميه اللي بيقودها حد عشان توجه راي عام بشكل ما لغرض او اصلا او مصالح شخصيه. في فرق ما بين الحد اللي بيوجه حسابات وهمية أو بيحرك أو بيؤثر حد الأغراض زي دي وما بين حد عنده رأي الناس بتثق فيه ودي نعمة من ربنا. إن أنت بتتعامل الناس معاك إن أنت شخص ليك مصداقيتك وليك تأثيرك وليك مواقفك وتجاربك معاهم ورأيك اللي بيشوفه إذا كان طلع صح ولا غلط ولا كان عندك بعد نظر ولا ما كان عندك. فلما أنت بتتكلم فالناس تثق في الرأي ده فتميل لان الراي ده صواب فتتبناه. لا ده اسمه تاثير مش لجان. ده اسمه تاثير وبالعكس تكون سعيد بيه. والنادي الاهلي عنده ناس كتير جدا مؤثره وعنده كوادر الناس بتثق فيها ودي حاجه تحسب للنادي الاهلي وعنده ناس ما عندهاش مصلحه او غرض غير مصلحه النادي الاهلي. ولكن يا كابتن اللجان دي بالمصطلح ده احنا ما اتهمناش نفسنا بيه انما خرج في انديه اخرى وانا هنا مش هسمي لما حصل خلاف بين الناس قالت لا حد مشرف في قطاع الكرة اتهم لاعب ورمز في نادي الزمالك أو ما يصف يعني باللاعب العالمي قال إن فلان الفلاني عنده لجان بيوجهها بشكل ما. فالتهمة دي أنا ما ينفعش نسيبها النادي الأهلي ولا حطها. النادي الأهلي مش محتاج حد يدافع عنه بأجر ولا محتاج حد يدافع عنه في غير مصلحته ولا يدافع عنه بغير الحقيقة لأن النادي الأهلي معاه كل الحقيقة طول الوقت. مش معنى كده انه بيغلطش بس هو اصلا موقفه يديك الافضليه ان انت تتبنى وجهات نظر صادقه انت مقتنع بيها بتمثل دايما حاجه انت داخليا عارف ان هي صح. انما مصطلح اللجان انا بقول شديد الخطوره الترويج ليه بالشكل ده. هم كايلا ويازن عندهم كام سنه؟ كايلا 3 سنين ويازن سنه. لا انا لسه ناشي. لسه بسم الله الرحمن الرحيم لحد عرب عارف. لكنه بمنتهى الامانه حدش من داخل النادي الاهلي بيقول لك يا اسامه احنا هنشتغل النهارده على فلان الفلاني في الحمله علينا من باب حتى العشم يعني. يقول لك يا عم انت اهلاوي وجدع وخليك جدع وتعالى بقى ووقف ورينا وقفتك جنب النادي الاهلي. طيب. باب المحبه يعني مش من باب دفع الفلوس يعني. اي حد هيتسال السؤال ده حتى لو بيتوجه له الرسائل دي هيقول لك على الهواء ايه؟ لا بدون اي مستند او بدون سند او دليل. لا تعالى لينا مواقف انا وفارس لينا مواقف كتيره جدا. هما ممكن يكونوا قاصدين من مصطلح لجان ان انت بتروج دايما لاي شيء في الحق وفي الباطل. عمرنا ما ترفعنا عن قضيه للنادي الاهلي كان عندنا قناعات ان النادي الاهلي خسرانها. بمعنى في وقت من الاوقات كهربا قال فيديو شهير كده طلعت قلت اخطا لكن ما كانش يستحق العقوبه دي. في وقت من الاوقات خسرنا بخماسيه طلعنا قلنا لا لازم في ملفات تتفتح. مفيش لجان يا كابتن هتيجي تتكلم بالشكل ده وبالموضوعية ده وهتكسب ثقة جماهير النادي الأهلي بالشكل ده لأن انت بتبني على مواقف. أنا مش شخص مجهول ولا فارس شخص مجهول. أنا شخص معلوم للجميع باسمي وفارس شخص معلوم للجميع باسمه. فارس ثقته مع الناس جت على نتاج مواقف سابقة. أنا ثقة الناس فيها جت على نتاج مواقف سابقة. ممكن البعض يختلف معايا ممكن البعض يختلف مع فارس بس ده صح جدا. ليه؟ لان في النهايه انت مش بتقدم تقبلوا الاختلاف طبعا. جدا طبعا والله طبعا جدا. وبالعكس احنا يعني فكره تقبل الاختلاف وتقبل وجهات النظر من الحاجات اللي ادتنا مصداقيه مع الناس. طيب حلو سيادتك نفس الكلام بس اهم حاجه انتوا تعرفوا بعض قبل ما تطلعوا في خط احمر ولا علاقتنا 10 سنين تقريبا والله مع بعض. كنت في سلطنه عمان عارف انا اللي جبت حسن شحاته من انبي انا اللي جبت اسامه من عمان. تعالى 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 في الوقت ده الدنيا كانت صعبه جدا يعني النادي الاهلي وبعض القضايا والنادي الاهلي كان عنده اتجاه انه يعمل كوادر لانه كان شايف فرصه صناعه كوادر خارج قناه النادي الاهلي في الاعلام دكتور محمد العدل طبعا محمد العدل بخير. انا بالنسبه لي الحب الروحي يعني صاحب الفضل ولازم نوجه له تحيه حقيقه طبعا وطول طبعا. الوقت بقول نتمنى ان احنا نكون جيت من عمان عشان بتليفون والله يسال دكتور محمد بتليفون من فارس ولا من دكتور محمد لكن والله لكن هو قال لي
قناه النادي الاهلي عايزاك وعارف كده كويس قوي بدون اي نقاش، وفارس يعلم ذلك جيدا بدون ما اسال ايه اللي ممكن هاخده، ايه العوائد، ايه هعمل ايه. قناه الاهلي عايزاك. احنا جينا اشتغلنا كابتن شوبير واحنا كنت في اسكندريه ساعتها ولا طبعا اسكندريه وكان انت دلوقتي مقيم في القاهره خلاص ما بين هنا وهنا يعني وجينا في الوقت ده ولا اي حاجه غير ان كان هدفنا ان احنا شايفين النادي الاهلي بيتعرض لفتره صعبه جدا ما كانش متاح ليك اي كوادر اعلاميه في الخارج. طبعا حضرتك يعني يعني طول ما انت خارج النادي الاهلي بتعمل بمهنيه، ولكن احنا بنتكلم ان ما كانش في فرصه لناس جديده بتظهر في الوقت ده تتبنى انحياز للنادي الاهلي واضح وصريح. فكان المكان شاشه قناه النادي الاهلي، واحنا كان بالنسبه لنا بلا اي قيد او شرط طيب. او اي حاجه. انا خلصت اسئلتي او مش اسئله استفساراتي يعني، لكن تعالوا نروح للسوشيال وهناخد بعضا من الاسئله يعني. اتفضل. شيماء عثمان، تحياتي لكابتن شوبير نظر الاعلام الرياضي في مصر والعالم العربي ونمبر 1، تحياتي الفارس واسامه منورين قناه الاهلي. عاوز اسالهم بعد خساره السوبر الافريقي شايفين ازاي فرص الاهلي في السوبر المصري ومباراه العيد؟ اجابات بقى ايه؟ سريعه جدا. سريعه جدا. المباراه 50-50 وما نفكرش في اي مباراه غير مباراه سيراميكا كليوباترا الاول. طبعا حظوظ النادي الاهلي في السوبر المصري هي الاكبر. نعم. ولكن مباراه سيراميكا صعبه وصعبه جدا. نعم. وتحتاج احترام وتقدير لقيمه سيراميكا. اللي بعده. يلا. هبه وسيد صح كده؟ طيب مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك منور قناه الاهلي. سؤالي، ما هو راي استاذ فارس استاذ اسامه في التغييرات الجديده في الاهلي في تعيين كابتن رمضان وتغييرات شركه الكوره واعاده هيكله اداره التعاقدات، ورايهم في امام عاشور وكهربا الموسم المقبل؟ يلا بسرعه سريعا. لا خلي يا بيوم الله يشترك خلي يا بيوم الله يشترك على طول محمد. يلا طيب يبقى سريعا كابتن محمد رمضان رهان جيد جدا والرجل المناسب في التوقيت المناسب والمكان المناسب. تغييرات شركة الكورة كانت حتمية في الوقت ده، حتمية في الوقت ده. إعادة هيكلة الإدارة بالمناسبة أمير مدير أمير توفيق مدير تنفيذي لشركة الكورة، وده مهم جدا. هيكلة إدارة التعاقدات، أعتقد النادي الأهلي كان يستحق أداء أفضل في إدارة التعاقدات، وأنا بقولها النادي الأهلي يقدر باسمه يكون في حظوظه اقوى في اي لاعب. امام عاشور في امام وكهربا الموسم اللي جاي، امام عاشور محتاج يركز في الملعب. امام عاشور اكبر امكانيات للاعب 8 في مصر، ولكن هو جاي النادي الاهلي عشان يضيف قيمه فنيه. النادي الاهلي ما فيهوش لقطه بره الملعب، اللقطه بتاخدها من الملعب، فالجمهور بيدالك بره الملعب. تاثيرك وقيمتك هتيجي من الملعب مش من اي حاجه ثانيه. هتكمل كهربا اخيرا آسف. كهربا الموسم القادم محتاج يشتغل على نفسه كتير جدا ويركز في الكوره بس، ويعرف ان ابو تريكه ومحمد بركات في نهايه ترجي 2013 كانوا قاعدين على الدكه وعادي جدا. طيب اللي بعديه ناخد اسامه، واذا انت حبيت اضافه قول لي، وانت اذا حبيت طبعا. اي اضافه قول لي. تحياتي ليك كابتن شوبير، ده شعيب عبد الرحيم ومتالق دائما، منورين يا استاذ فارس انت والاستاذ احمد. سؤالي، هل ممكن نشوفكم في مجلس اداره النادي الاهلي ولا ده مش وارد يحصل؟ تحياتي لكم دائما، ربنا يوفق النادي الاهلي ورجاله. انا عقب قلت شرف كبير جدا ثقه جماهير النادي الاهلي فينا، ولكن للنادي الاهلي رجاله الاكيد اكيد يعني هم اساتذه الاداره في مصر يعني. شكرا. طبعا النادي الاهلي وجمعيته العموميه بتفرز قامات اداريه، احنا بنتشرف بمساندتهم، وطبعا احنا مكاننا الاعلام ومكاننا مساند النادي الاهلي اعلاميا، وان احنا نتعلم اكيد اكيد من ادارات النادي الاهلي على مر التاريخ، وبالتوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي. جميل، شاطرين ولاد لذينة شاطرين. رندا، تحياتي لكم جميعا. سؤالي، كيف تتعامل مع التحديات التي قد تطرا عند التعامل مع وسائل اعلام غير مهنيه اثناء تخطيط الاحداث الرياضيه؟ وسؤالكم ليك، السؤال ليكم بقى، ماليش دعوه. هي رندا يعني سؤال مركب، ولكن احنا اي تغطيه غير مهنيه دايما بنقف عندها بنرصدها بنتكلم في حقيقه الموضوع بالورقه والقلم، وده شغلنا طول الوقت بالدليل وبالتاريخ وبالمنطق. فجمهور النادي الاهلي واعي جدا، وبستجيب من النوع ده من التعامل مع اي تغطيه هدفها التطاول على النادي الاهلي او انها تضعف منه. انا مبسوط بهذا التنوع في الاسئله. اللي بعده، فارس واسامه، علامه استفهام وعلامه تعجب، علامه استفهام وعلامه تعجب، علامه استفهام وعلامة. ايه خططهم بعيدا عن الاهلي؟ خط احمر عن نفسي شايفهم مستقبل حاجات كتير اهلاويه، اعلام تخطيط تحليل توثيق متعدسين، ده الحاجه الشحات صح كده؟ ده يلا. ممكن يكون احمد او حاجه زي كده. يلا والله هو انا خططي الحاليه واعتقد ممكن فارس يتفق معايا، فكره ان انت اعلام وحققت نجاحات من خلال برنامج الاهلي خط احمر. هو بس مين الاول قال بعيد عن خط احمر؟ ده انت في خط احمر علي حارس. كمل يلا يلا. فطبعا يعني احنا الحمد لله خدنا تجربه يعني نقدر نقول انها ناجحه الى حد ما الحمد لله رب العالمين على مدار 5 أو 6 سنوات. ف
فنتمنى ان شاء الله يكون في نصيب في الاستمرار في خدمه النادي الاهلي من خلال اعلام النادي الاهلي، وتحديدا انا كمان يعني عايزك تقول ايه، خضنا وبنخوض. اه طبعا تمام، خضنا وبنخوض وسنخوض يعني ماشي كده. ما انا بقول لك اهو، خضنا وبنخوض وسنخوض، لان انا هطرح عليهم تساؤل في نهايه الحلقه، بس للاسف مش هنعرف ناخد رايهم. بس لكن هنطرحها كام ان شاء الله. تمام، يعني في قرارات بتبقى مش بتاعتك فانت بتقول اللي بتاعك يعني تمام. اللي فات حاضر ان شاء الله. خدنا متعب قوي صاحبك ده، عايز ايه؟ خدنا ممكن تيجي لوحدك المره الجايه فارس بعد اذنك يعني. خدنا ونخوض وسنخوض طالما كابتن شوبير قال. فطبعا كابتن شوبير يعني انا دايما يعني هو عارف انا قوي. انا مش صاحب قرار. لا لا, لا, لا انا بقول طالما قال، طالما قال الله يكرمك، لكن فقط لغيري يعني. انا استمر ان شاء الله. ممكن اخد منك المايك ثانيه بعد اذنك وهطرحه بسرعه، ويا ريت الناس في ثواني بس تتجاوب معانا. انا اتكلمت مع فارس واتكلمت مع اسامه، هم اصدقائي انا بحبهم جدا، شرف لينا. فقلت لهم انا حابب ان انتوا تكونوا موجودين معايا، انا بستفيد منهم، لا شرف لي، بتعلم منهم دايما، بقول هذا الكلام من كل الناس من كل الضيوف اللي موجودين عندي. انا ما عنديش اي غضاضه ولا عندي خجل ولا عندي اي شيء، بل ليا الشرف يعني انه ولادنا ان الواحد يستفيد منهم ويتعلم منهم. فانا قلت لهم تعالوا معايا، وكانكم خط احمر الى ان تتضح الرؤيه. شايفين الإطلالة كانت جيدة؟ شايفين نكملها بالشكل ده؟ ولا شايفين نكملها بشكل عامل إزاي؟ أو يكملوها بشكل عامل إزاي؟ لأن هم من الناس المحترمين في النادي الأهلي. مش هاخد إجابة منهم، لكن هحاول أخد إجابة منكم أنتوا، مش منهم هم. لأنه إيه؟ أكيد في حياء، والخشة دايما عندنا مثل فلاح يقول لك الخشة أو الحياء في الوجوه. خلينا ناخد بقية الأسئلة، أنا بس تعمدت ترميه عشان الناس لو تلحق تقول لنا اجابات. يلا بيومي بقى حارس الاهلي اطلع من بعد كده. طيب الاسم ايه؟ شهيره. شهيره 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 ايه؟ شهيره كنزي. شهيره كنزي، نظر اعلام مع شباب الاهلي الوعد، نشكركم على الحلقه. سؤالي ايه اللي ممكن تقوله من نصايح ودعم لعيبه الاهلي لمباراه السوبر والعين الاماراتي؟ قول يا اسامه. انا يهمني جدا ان احنا نفكر الاول في السوبر المصري قبل ما نفكر في السوبر او العين الاماراتي الانتر كونتيننتال. السوبر المصري هو المحطه اللي هتدخلنا العين الاماراتي اقل هدوءا، اكثر ثقه، وباذن الله باذن الله نحصل على بطوله السوبر المصري، وتكون دافع ان نحصل على بطوله الانتر كونتيننتال. طيب عبر الواتساب في رسائل من امير فهمي من امريكا بتحييكم، من الاعلام الكبير استاذ عبد الباري زاهر بيحييكم، استاذ فتحي عوض الله بيحييكم كتير جدا. ده اللي لحقت احطه كده في الفاصل لانه لا استعمل التليفون. رسائل كتيره جدا جدا يعني. اللي بعده بيومي انزل بالمستند اللي بعده، يلا بينا. طيب هو نزل دكتور حسام. حسام لا رفعت. رفعت عاوز اسال اسامه ايه قصه حبك لسلطنه عمان، واسال فارس ازاي جه قناه الاهلي، وازاي اتعرف على اسامه وهو اسكندراني. اسامه من المحله، المحلاوي. انا بص انت ما تعرفش انا منين، انا مولود في اسوان وقعدت 4 سنين في اسوان. انا جاي احيرك النهارده يا كابتن، طب اعمل ايه طيب؟ اسوان ايه؟ ده انت جاي من اخر الدنيا يا عم الحاج. انا مولود انت سهرانين بقى النهارده، ده ودانا اسوان يا عم فارس. مولود في اسوان، وبعد ما مرض كده كان اعتقد الكوليرا كان، فوالدي خاف ونزل، فنزلت المحله. والدي والله جدي كان شغال ربع ساعه بقى غرباويه زي بعض بقى شركه طنطا للزيوت والصابون. لا 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 انا كنت في نادي طنطا للزيوت والصابون. زيوت طنطا طبعا، امال ايه؟ فكان جدي فيها. ف والله فعشت. اسمه ايه؟ جدي سعد الدين ابراهيم. لا بس كلنا كنا اسره يعني. عشت لغايه لما خلصت البكالوريوس تقريبا في المحله. في المحله، وكنت لاعب في ناشئي غزل المحله في مدرسه الكوره. لميته لحضرتك كور قبل كده. لا مع احترامي لميته من ورا جون المحله. خد بالك لا مش حاجه عندي من الجون، المهم لا مش من الجون، من ورا الجون. من المحله للقاهره. من المحله لبنها. والله ده انت خدت الخط كله. خدت الخط كله. ثم سلطنه عمان، وحب لسلطنه عمان الحقيقه راجع لطيبه شعبها بشكل غير طبيعي. الحمد لله رب العالمين، عاش فيها 7 سنين استقرار تام. انت كلمتني وانا هناك اظن، كنت هناك في زياره. بالظبط كنت في صلاله. بلد جميله، جنه يا جمال طيبه اهلها وحلاوتهم. يا على جمالهم ده حقيقي. وكابتن دكتور محمد علي بقى كلمني وجيت عرفت بفارس، قلنا من 2015 بقى. رد على السؤال اللي جالك. جيت القناه ازاي دكتور محمد عدل؟ انا ده موضوع غريب جدا، لان انا كنت اصلا ما بعملش فيديوز وما بعملش حاجات مصوره. دكتور محمد عدل قال لي تعالى انا شايف فيك حاجه. انا قعدت معاه اكتر من مره، قال لي الشخصيه اللي انا بتكلم معاها دي لو شفتها على الكاميرا انا مش عايز حاجه تاني. ويعني كان اختياره بقى طبعا، وهو رجل يعني اكيد عنده في المجال ده عين قويه دكتور محمد العدل.
وكانت بدايه العلاقه اللي ان شاء الله تفضل مستمره. يا رب ان شاء الله. عندنا سؤال كمان، يا ريت بس لو تلحقوا تجيبوا لنا اراء الناس على اللي انا طرحته عليهم، لكن ناخد بيقولوا لي اخر سؤال، خليهم سؤالين كمان يا بيومي، خليك جدع يعني. تحيه طيبه لنظر الاعلام القامه الاعلاميه حرس الاهلي والى درعين من دروع الاهلي، نورتم شاشه الاهلي المتميزه بالاطلاله الجديده التي ستكون الاكثر مشاهده. الله يكرمك يا زيدان كده، افتح نفسي الله يسترك، افتح نفسي الله يخليك. ما هو الواجب على كل اهلاوي ان يفعله في هذه المرحله الصعبه تجاه الاهلي من اداره واجهزه فنيه واداريه ولاعيبه وجمهور؟ سؤال حلو. يلا. طبعا اولا احنا محتاجين في الفتره دي، انا بشوف ان مشجع الاهلاوي هو ترمومتر النادي الاهلي. لا افراط ولا تفريط، اكيد بعد خساره السوبر اللعيبه مش زعلانه من خساره السوبر الافريقي كلقب ولا ضد المنافس الزمالك، اكيد كل ده بيزعل. بس اللي الناس زعلانه منه اكتر ان هي ما شافتش رد فعل في الملعب. وده اللي نرجع له جزئيه قاله، الأسوأ من الخساره وعدم القتال من اجل الفوز. هي دي الفكره اللي مزعله الجمهور. الجمهور مطالب ان هو يساند، واكيد الجمهور مساند، وانا ما شفتش حد من الجمهور الا واثق في فريقه في السوبر. بس مهم كمان ان الرساله يكون الرد من اللعيبه، احنا على قد ثقتكم، احنا مش هنخذلكم، النادي الاهلي ممكن يخفض كاستثناء، انما القاعده النادي الاهلي بطل، واحنا في انتظار تحقيق القاعده. بالنسبه لي هو سهل على كل يعني المنظومه بتاعت النادي الاهلي، اداره، جهاز فني، لاعبين، جماهير. الجماهير لازم تثق في الفريق، تثق في امكانيات الفريق، من حقها النقد، وانا دايما طول الوقت بقول النقد البناء ما عندناش ادنى مشكله، بل بيصحح المسار. عجبني جدا كلام الاستاذ محمد ضماطي مع حضرتك انا كابتن، لما قال محتاجين نقفل على نفسنا 20 يوم دول. فاعتقد يعني اداره النادي الاهلي مش منتظره وصايا او منتظره نصح، فهي فاهمه كويس قوي شغلها، وشغلها ده كان باين جدا اثره في الموسم الماضي، لان انا بشوف ان الجيم اللي اتلعب بره الملعب اداريا بشكل منظم جدا، بشكل واعي جدا ومدرك جدا، هو اللي وصلنا اننا نفوق من الكبوه بتاعه السوبر الافريقي، اننا نحقق برونزيه كاس عالم، ثم اربع بطولات دوري، كاس، دوري ابطال افريقيا، سوبر مصري. اهلا بيكم في بيتكم الجديد. احنا سعداء بالتواجد مع حضرتك، وهو بيتنا وسيظل بيتنا. التواجد في قناه الاهلي فخر، ارتباط اسم اي اسم بالنادي الاهلي فخر وشرف، يعني احنا حريصين عليه وحريصين على الحفاظ عليه، والتواجد مع قامه اعلاميه زي حضرتك اكيد بنتشرف بيها يعني وبنسجلها لانفسنا، وان شاء الله اللي جاي النادي الاهلي افضل بمنظومته، بجمهوره، بادارته، بجهازه الفني، بلاعيبته، لان النادي الاهلي فوق الجميع. شكرك فارس. سامة. طبعا انا اتمنى والدي ووالدتي سعداء دلوقتي، لان هم كانوا حابين يعني يشوفوني تاني من خلال شاشه قناه الاهلي، وكمان مع رائد الاعلام الرياضي الحديث كابتن احمد شوبير. انا دايما بقولها وبقولها من وراك ومن قدامك، ان حضرتك ليك ايادي بيضاء مش على الاعلام الرياضي، خلينا فيكوا دلوقتي لحظه بس، مش على الاعلام الرياضي، على القنوات الرياضيه كمان، خلينا فيكوا خلينا. اما يعني بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، بنشكرهم طبعا على ثقتهم فينا، وده بيحملنا مسؤوليه كبيره جدا، لان ده بيخليك طول الوقت لو انت هتحيد عن الطريق بيرجعوك بسرعه تاني. نورتني يا اسامه، شكرك، شكرا جزيلا. بشكرك تاني يا فارس، شرفنا بالتواجد مع حضرتك. بشكركم اعزائي المشاهدين. سالتكم السؤال، بيومي هادم اللذات ومفرط الجامعات رفض ان انا اكمل معاكم عشان نشوف الرسائل بتاعتكم، لكن هننتظرها ونشوف، لكنه في النهايه قناه النادي الاهلي بيت كل الاهلاويه. عايزين حاجه؟ السلام عليكم.